انا جاي وجايب وصفه، جهزوا لي كنكه ومصفه. اصل الوصفه تصبح اصفى لو احسبها قبل ما انام. حد يقول لي طبخين ايه ومين بسلامته سعاده البيت؟ انا ساكن هنا وحداني، نفسي بطاجن وصواني. وسع يا ابني انت وهو، جالكوا بروفيسير الطبخات. احنا رجاله العماره كل شويه بنعمل غاره، هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لاداره، محتاج لاداره. ايه 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 والراحة شوية قدامك بالعالم. ايه ايه بقولك ايه عايز مشوار مش فاضي لك. هاني دي اسمعني بس يا ثروة، سيبني بس في حالي. القميص الازرق بتاع ما شفتوش؟ ازرق؟ اه ليه عايز ايه؟ انا عايز القميص الازرق، ما شفتوش؟ ما انت لابسه اهو يا ابني. ده لبني، انا عايز الازرق. الازرق ازرق يعني؟ ده مش ازرق؟ لا ده مش ازرق. طب اساله كده يمكن يكون هو ومستعبط. يا عم مش مستعبط ايه؟ مش ازرق. انا عايز القميص. لا انا بعمل لوحه فنيه فعايز اللون الازرق بالاخص. طب ما تمشيها ديت وخلاص يا سيدي. انت مالك وانت اللي هتعمل اللوحه؟ انا اللي اعمل اللوحه. خلص. لازم ازرق يعني؟ اه انا عايز القميص الازرق. يلا. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تاخد ابيض. ما تاخد ابيض ايه؟ اي كلام. ايه اللي ما تاخد ابيض؟ اصل في موضوع كده يعني خايف احكي لك عليه تقوم تزعل ولا تتضايق. لا مش هزعل، بس يلا بسرعه عشان مستعجل. طيب اوعدني ان انت مش هتمشيني يعني. يا ثروه تخلص ايه بس. اصل انا بحب البيت ده جدا، واي حد يمشيني منه ازعل جدا، وبحب الغسيل اكتر من بحب البيت. اوه يا طب انت عايز ايه؟ اخلص اخلص. الغسيل الازرق. اخلص اخلص. القميص الازرق بتاعي. قول لي بس انا ازعل من ايه؟ بص صراحة يعني انت عارفني ان انا لما بخش في مود الغسيل ما عارفش حاجة بتقف قدامي. ماشي. جبت ايه بقى اللي حصل؟ جبت الغسيل كله وحطيته في الغسالة. وجبت جزازة كبيرة دي كلور. زاد كلور. ايوه. وحطيتها في الغسيل قبل الغسيل يلون شوية. رحت قلت لا ده قليل، رحت جايب جزازة تانية وخليته كله ابيض زي الفل. تمام. بس. خلاص ماشي. فين بقى القميص الازرق؟ بتاعك؟ انت وعدتني. وعدتني. وعدتك بايه؟ انت مش هتمشيني. يا سيدي مش هزعل، بس اديني القميص يلا. خد اهو. ده القميص الازرق؟ ايوه. ده بقى ابيض. ما انا عملت له اعاده تدوير ريسايكل. عايز اربطك بحاجه. هو ده القميص؟ ايوه هو ده القميص. انت عملته كده ليه؟ ايه يعني الحاج عليا اللي بيشيكك يليق معاك الابيض احسن من الازرق. ده بقى ابيض ابيض. ايوه ما انا عايزه كده. الله يسامحك. الله منك لله. ايه في ايه مالك؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب اخر الشارع في ايه؟ اه دكتور ناجح اتفضل. ايه اللي حصل؟ اتفرج يا دكتور ناجح. اتفرج اهو. يا سلام جميله. ايه رايك؟ فرجه رائعه. ايه بقى عايز ايه؟ ربنا وعدي باتنين مجانين في العماره. ايوه اتفرج فرجة هاي. ايه رايك في اللي اتفرجت عليه؟ تحفة. بتضحك على ايه؟ على الفرجة. فرجة ايه؟ عايز ايه مني؟ يا دكتور حضرتك دلوقتي انا كنت جاي عايز القميص الازرق. الراجل ده الفرد امني الجاهل. الله يخليك عقبالك. غسل الكلور خلاه لونه ابيض. تشكر تشكر يا ثروت. يعني بقول له بدل ما يشكر الراجل بيساعدك يا كرم. إيه؟ يا اخي شو ميرسي يا سلام. مش عارف اقول لك، انا عندي قميص ازرق هجيبه لك، اعمله لي ابيض. ايه يا دكتور؟ عندي ازرق انا. ما ينفع كده اللي بعمله ده. هو بس انت غلطان يا ثروت، كان المفروض تستاذنه قبل ما تعمل حاجه زي كده يا اخي. انا اعتبرت نفسي الستايليست بتاعه وعملت له ابيض. انا على فكره عاجبني الفكره بتاعتك دي. اوعى كده. وسع وسع. ده كان ازرق. ايوه بقى ابيض. ازرق ايوه. طب ما حلو يا كرم ما تستعمله. ما استعمله ايه؟ انا كنت محتاج الازرق، انا بعمل حاجه معينه وكنت عايز اللون الازرق. طب انت ثروت بعد كده ما تعملش اي حاجه غير ما استاذن اصحابك. حاضر. مش معقوله كده يا اخي. حاضر. مش هعمل حاجه بعد كده الا لما استاذنك. طبعا. لكن ده خلاص خده على كده. طب انا اجيب لك الازرق بتاعي تاخده انت، واخد انا الابيض ده عشان محتاجه في العياده. تمام. الله يسامحك الله يسامحك. بيقول لك الله يسامحك. ليه انا مش انت يا دكتور؟ بيقول لك مش انت يا اخي، انت كل حاجه تاخدها على نفسك. انا بتكلمني انا؟ هو بيكلمك انت. مين اللي انت بتكلمني انا؟ بكلم ثروت. بثروت ازاي يعني؟ ده بقول لك ايه، خد القميص اللي هيديهولك عشان انا عامل اكله النهارده
حاجه يعني بروفيكس اكس. بروفيكس اكس يا كرم، بيقول لك بروفيكس. ايوه عم شوف عامل ايه، عامل اكل ايه يا ترى؟ اكل ايه؟ عامل اكله البيتزا. عامل بيتزا؟ اه. وانت تعرف البيتزا؟ امال ايه، واحنا صغيرين كنا بناكل بيتزا. انت ومين؟ انا ومحمدين قريبي اللي جاي، اللي جاي لي ضيف النهارده. وانت جاي ضيف؟ ايوه. وانا ما اعرفش، وانا طيشه في المكان ولا ليك 30 لما يجي يعني بقول لك. محمدين ده منين؟ محمدين ده من عندنا في البلد. وانت عامل له بيتزا ليه؟ عشان كنا واحنا صغيرين امه كانت تقول له خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام. فانت قلت تعمل له بيتزا، فكان بياكلها وبيحبها. فانا بقى عامل له مفاجاه، اول ما يجي اقول له خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام. اتنورنا وعرفنا البيتزا يا ثروت. كان اكلك كله طعميه وفول وعيش بس. بيتهيألك انا كنت بخبي البيتزا. ثانيه واحده عشان معايا تليفون. اتفضل يا سيدي. ثانيه واحده. ثانيه واحده اتفضل. الو. ايوه محمدين. ايه ثروه، انت ايه جيت ولا ما جيتش؟ جيت انا هنا في العماره رقم 2. طب انت سامعني؟ ايوه سامع. طب بترد عليا ولا لا؟ مش انت سامعني؟ ايوه. يبقى برد عليك يا ثروه. طب انت فين دلوقتي؟ انا في عماره 2. في عماره 2؟ ايوه. طيب اطلع فوق. طلعت اهو. اطلع الدور ال20. طلعت. واقول لك ايه؟ ايه؟ انزل من عماره 2. نزل. ايوه اطلع روح عماره 3 اللي جنبها. 3؟ روح اطلع الدور ال21. طلعت. ايوه في قدامك واحد كده لوح قدامك. ايوه البوابه مجاهد. ايوه ادهولي في التلفون معاك اهو. الو. ايه سرعه يا مجاهد، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبي. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. بقالي اسبوع ما اشوفكش. ولا انا بقول لك في قدامك واحد كده تنح. ايوه ادهولي في التليفون معاك اهو يا حبيبي. قول له ينزل ويجي على عماره 2. تاني ماشي يا حبيبي. يلا تنفع عماره 2. يلا ننزل. وراح عماره 3. انت مالك؟ ما انت اللي وديته عماره 3. طب ايه وداها طيب؟ قول له اطلع. اطلع يا محمدين. ايه ايه يا ثروت؟ ايه يا راجل؟ ايه يا بلدي؟ كيفك عامل ايه؟ يا ثروت يا حبيبي. اقفل خلاص اقفل. عبر الاسداك حبيبي حبيبي. عبر الاسداك الشقيق. انت افتي بيعذبوك ولا ايه يا ثروت؟ لا ده انا عامل مفاجاه لنفسي. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ انت وحشني وحشني من البلد. فاكر لما كنا بنلعب في الترع؟ يوه الترع زي ما هي ولا ايه؟ الترع اكلت كل الجراميد بس يا راجل. ايوه الترع زي ما هي الحمد لله. عامل ايه يا ثروت؟ انا عامل لك اكله النهارده. عامل لي ايه؟ يعني هتاكل ضعفرك وراها. انا اكلتهم خلاص. انا عارف ان ضفرك قد كده. ايوه ازيك عامل ايه؟ مية مية يا ثروت. ما تروح تطلع مره 3 وتجيني تاني احسن يا عم. عشان نتكلم. انت بتشوحني ليه؟ بطلوا هري بقى. اذا انت بتدي حصه ولا ايه؟ ثانيه واحده احب اعرفك بالجماعه. ايوه ليه بقى؟ يبقى الدكتور ناجح. ايوه اهلا. ده الدكتور ناجح اللي انت كنت بتقول لي عليه انه هو فاشل ولا يعرف اي حاجه ومتعنجه ومتكبر عليك وبيقعد يقول لك فرد امن جاهل وهو ولا يسوى 3 سنين. انا هو ده صح؟ انا بيقول عليا كده؟ ايوه. عجبك يا كرم بتضحك؟ استنى كرم بس. هو ده كرم اللي كنت بتقول عليه غبي وعايز يبيع بيت ابوه؟ لا حول ولا قوه. ابوه ما عرفش يربيه ولا بيوصل الوصيه بتاعته ولا حاجه. هو ده كرم؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، والله مش هو ده. مالك شفايفك وجعك ولا ايه يا ساره؟ عرفنا مين الاستاذ ده؟ يبقى محمدين والد عمي. الله، هو ده اللي كان هو عيل صغير بيدلعوه ويقولوا له خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام. الكلى ده يا عم ساره اللي كان بيسرق الاكل من القريه كلها ويجري بيه ويجري وراه. انت اللي كنت بتنتف في ريش الفراخ وتمرع بيها. هو ده. الله مش هو؟ مش هو ده؟ هو بس مش هو. الله جيت قدامه يعني وعملت فرخه وسكت. يا ساره انت يا ثروه بتقول كلام في ظهر الناس زي ما بتعمل معاهم. بتعمل معايا منور يا محمدين. مين ده يا محمدين؟ ده ثروه. ده فرد امن جاهل. ايوه مش ده اللي انت كنت بتقول عليه ان انت بتقعد تحت البيت ما بتعملش حاجه ولا بتنش أيوة. ومش عايز تساعدهم ولا تعمل حاجه في البيت بتاعهم وانك جرفت في العيشه معاهم. حلو قوي. انت بتقول عليا كده يا ناجح؟ انت مش ناجح، انت صاغر. ولد ثروت اسحب كلامك بسرعه. معاك حبل. ليه؟ عايز اسحب كلامي. احنا ما بنهزرش يا ثروت. خلاص مش ساحب. شرفتنا يا استاذ محمدين. احنا بما اننا اتفضحنا قصاد بعضينا وكلنا عرفنا اخبار بعضينا، بس احنا في شهر كريم، شهر مبارك، يعني نسحب كل الكلام السيء ونبقى لطاف. نفطر مع بعضينا يا استاذ محمدين. نفطر فين؟ في رمضان. رمضان مبارك.
احنا رجال في العمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج للدارة محتاج للدارة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخ العمارة. النهاردة هنعمل بيتزا ايطالي بطريقة سهلة جدا بدون اي افتكاسات. هنعمل العجينة، اهم حاجة في البيتزا العجينة، الحاجات اللي احنا المكونات اللي احنا بنحطها على البيتزا من فوق مش مهم، اهم حاجة العجينة. لو مشينا على خطوات صح وطلعنا عجينة صح هنعمل احلى بيتزا معانا. تمام، عندنا المكونات بتاعتنا كوبايتين دقيق، جبنة موتزاريلا. المكونات اللي انا هقولها دي ممكن تتغير، عندنا زيتون اخضر، زيتون اسود، عندنا جبنة رومي مبشورة، عندنا فلفل اصفر، وعندنا هنا شوية سكر، عندنا فلفل اسود، ملح، فلفل اخضر، فلفل احمر، عندنا سلامي، طبعا كل ده ممكن يتغير، وعندنا الزعتر عشان نعمل احلى صوص للبيتزا بتاعتنا، عندنا بصل، عندنا ثوم مفروم، وعندنا زيت زيتون. اول حاجة سمعناش عن كلمة لحمة فراخ. انت عايز لحمة؟ سمعته بيقول حاجة اسمها سلامي عليك. ده بيسلم على الاكل بس. سلام مش عارف ايه سلامي ده. حاجة كده شبه اللانشون، عارف اللانشون؟ هو شبه، يعني هو احنا هنعمل بيتزا بده بس. ايه الفرق بين البيتزا ورغيف العيش يا رب؟ او رغيف الفينو معروف. لا لا لا، رغيف العيش والبيتزا مفيش فرق. مفيش فرق، هو بس صح؟ البيتزا عيش، رغيف عيش بس عامل مكياج. يا استاذ كرم اسمعني ركز معايا دكتور. ايوه احنا ممكن نضيف اي حاجة، عندنا لحم نحط لحم، عندنا فراخ نحط فراخ. طب يعني احنا اي حاجه احنا ما عندناش حاجه. ما حلو، الحمد لله. انا واقف احلى بتزاد هنشوف. اهم حاجه بس نعمل عجينه صح. لكن نشوف. هيا بنا. طيب هنحط طاسه على النار. حلو كده، حط عليها العجينه. لا اوكي، بقول لك ايه. اوكي اتفضل اتفضل. عليها العجينه ايه؟ اتفضل. طب هننزل بمعلقه زيت صغيره، زيت زيتون عزيزي المشاهد، مش هنسيبها تغلي. مش زيتون، لا زيتون. لا لا زيتون، زيتون مش هنسيبها تغلي، بس هنديها تسخينه بس بقى عشان ما يزعلش. لا مش لانه بيبص بيأكسد. ليه بيصلص؟ بيأكسد. ماشي يا سلام عليك. قلت لي يا كرم، انت عارف ان زمان وانا صغير كنت بحلم قبلة كبير. قبلة؟ لا مش قبلة. وحشني يا اخي. طيب هنحط على الصلصة زعتر اللي بيديها طعم حلو كده. الزعتر احنا مع حضرتك. حلو. فلفل اسود يا سيدي. سموه زعتر ليه يا شيف؟ هو كده هو كده هو كده. انا اقول لك اتولدنا لقينا كده. اقول لك ليه سموه زعتر. اتفضل يا دكتور. زمان قديما لما جم يمسكوه فضل يتزعتر منهم في الصحراء كده. كمل كمل يا خلاص. انت عارف تبع مين؟ تبع مين؟ هقول لك بعد. مش عم ثروت اتفضل. كلاوي. لا عارف كلاوي؟ لا انت عارف كلاوي. اللي جاي تبع ايه؟ لا انت انا انت بتالي. انا بقول لحضرتك مع ان كلاوي شخص لطيف. طب نعمل العجينه. اتفضل. هنفتح العجان واحده واحده كده. نفتح العجان ده حلو. ننزل بالدقيق، كوبايتين الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا لسه اشوف البتاع ده بصراحه بتعمل ازاي. تعالى يا كرم تعالى. حلو. ونروح قافلين. نحط ميه. هقول لك بقى هنعمل ايه دلوقتي. وندي له كهربا على الهادي كده واحده واحده. هنركز مع بعض. نركز مع بعض. طيب عشان نتاكد ان الخميره الفوريه بتاعتنا كويسه وشغاله هنعمل ايه؟ نرميها. بس, بس 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 هنحط معلقه الخميره. وتقعد تعمل كده واحده واحده ولا كل كام؟ انا امي في البلد بتقعد. ومعلقه السكر. ايوه تمام. وميه دافيه عشان نشغل الخميره. هي كده كده الخميره احنا متاكدين ان هي كويسه، بس عشان نتاكد في البيت نروح مشغلينها. حاطين كده ومقلبين كويس. باشا هي مفيش عوام في البلد عجينه بقلاوه وخلصنا وكده خلصنا. انما ابويا يصحى. لا انا انا ايوه كده صح. ده ممكن يبهدلنا كلنا. وبرده لازم ندفيها صح. لازم ندفيها. بنغطيها عشان تد. طبعا هتسيبها شويه لازم تد. لو ما دفيتش مش هتخمر. طيب مش ايه هتخمر؟ هتخمر بره من هنا. هنقلب كويس. هنقلب كويس يا استاذ كرم. حاضر. الخميره مع السكر مع الميه الدافيه لحد ما الخميره تشتغل. ماشي. بس انا مجرب الخميره وعارف ان هي هتشتغل كويس معايا. طب البهارات اللي هننزل بيها على العجينه او على الدقيق. ملح، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر صغيرة. سكر. في ناس بتحط زعتر وفي ناس ما بتحطش. بيمرر. بلاش. بيمرر العجين. بلاش زعتر. بيمرر العجين. هننزل بزيت الزيتون. برافو يا شيف برافو. كله كده. احييك. في ناس بتحط بيض على العجينة.
في ناس بتحط لبن الستاندر اللي احنا بنقول عليه المكونات دي. عايز تضيف حاجه من عندك، عايز تزود لبن، تجربها مره باللبن او مره بالزبادي او مره بالبيض، جرب. بس نخلي بالنا التجربه في البيت الزبادي ممكن ينشفوا العجينه تبقى عامله شبه ما احط مثلا ما نحطش بقى كتير، هنحط كوبايه كوبايه كوبايه. الكلام اللي بيقوله الدكتور ناجح ده صح يا دكتور؟ يا حبيبي ما بتنشفهاش هي. بص لو كترنا، بص اي حاجه بتزيد عن حدها بتبقى وحشه. بس ده الستاندر، عايز بيتزا ايطالي هو ده الستاندر بتاعها. حلو كده كل شيء يا كرم، اذا زاد عن حده انقلب طيب. ضده. شايف الـ شايف الـ الـ الخميره عملت ازاي من فوق كده بدات تشتغل صح. هننزل خميره، نزلنا بالخميره والسكر ونعلي شويه السرعه. خلي بالك برضو يا كرم، مهم جدا يبقى منسوب الخميره معتدل، لان ممكن تعمل طعم غريب في العجين وهي مستويه. ما تزودش خميره. انا عايز اقول لكم على حاجه، الدكتور بيقول صح ما نزودش الخميره، لان فعلا بتعمل طعم الخميره جوه العجينه بتاعتها ما بيبقاش طعمها حلو. لازم تاكل خميره. فمعلقه خميره على كوبايتين الدقيق ما نكترش. طبعا كترنا العجينه او كترنا كميه الدقيق بتاعتنا هنزود الخميره بتاعتنا ونزود المكونات بتاعتها. هننزل واحده واحده بميه دافيه، مش هننزل بكل الكميه. وانا ما قلتش مقدار الميه، لان مقدار الميه بيختلف من دقيق لدقيق تاني على حسب امتصاص الدقيق للميه بتاعتنا. فهننزل واحده واحده بميه دافيه ونستنى تعجن وتلم العجينه معانا. نزود السرعه شويه. لف معاها يا كرم، لف معاها يا كرم. واحده واحده العجينه بتلم، بدات تلم اهي. ايوه شوية كمان. الله شايف بدأت تلم ازاي؟ السلام عليكم. اتفضل. هنزود شوية زيت. زود زيت. الناس اللي بتخاف ان العجينة تلزق في الفرن، طالما حطينا زيت في العجينة بمقدار كويس عمرها ما تلزق في الفرن. انت سايب دي؟ لا قلبتها خلاص. لا سايبها. لا لا سوري سوري. ننزل بشويه ميه. قلب كويس كويس كويس. ها نخلي بالنا برضو من العجينه وظبطتها شويه، لان اتفضل لما نيجي نحطها في الصينيه خلي بالكم لو مش مظبوطه هتبدا تلم معاكم في النص. لا احنا عايزينها منضبطه. ولا الكلام اللي بقوله ايه يا شيخ؟ طيب العجينه بتت يعني بنسيبها في العجان، او لو هنعملها بايدينا هنعجنها بايدينا، بتاخد 10 دقايق عشان العجينه تبقى حلوه معانا ونقدر نستخدمها. هنروح لمستر كلاوي وهنرجع تاني. احنا رجاله العماره كل شويه بنعمل غاره، جوه المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج للطاره، محتاج للطاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش النهاردة أنا جاي ومش طايق نفسي بصراحة. مش معقول يعني جايبيني من البيت عشان أتكلم عن أكلة تافهة ومعروفة بالشكل اللي أنتوا ما تعرفوهوش ده؟ يعني طبعا أنتوا عارفين عارفين عن الأكلة دي قد ما أنا معرف، بس في الأول في الآخر هي معروفة جدا. البيتزا حتة عجينة ومحطوط عليها اي حاجه، اي حاجه زياده عندك في البيت، حته طماطمايه، حته زيتونه ترميها على الوش، اي حاجه بالظبط كده. البيتزا ليها حدوته معروفه جدا. كان في واحد زمان الراجل ده عمل حفله للناس عنده في البيت بغرض انه ينتقم منهم، والاسباب مجهوله، هو نفسه ما كانش عارفها. قال يعمل لهم اكله تجيب لهم تلبك معوي، وجاب اي حاجه من البيت عنده وحطها على العجينه وقدمها لهم. بس المفاجأة كانت لما دقوها عجبتهم جدا وسموها بيتزا، علشان أكلوها في بيت زا. الراجل كان اسمه زا فأكلوها في بيت زا. أظن ما حدش يعرف المعلومة دي، المعلومة دي حدش يعرفها بس غير مستر كلاوي. بعد إذنكم عشان عندي عايز أعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل غارة، جوه المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج للطارة، محتاج للطارة.
رجعنا من الفاصل وبنشكر مستر كلاوي. سمعته قال ايه؟ سمعته فتاي كبير جدا. سمعته. طيب ده شكل العجينه بعد ما طلعت من العجان، ده شكلها بعد ما اتعجنت 10 دقائق. برضو لو هنعجنها في البيت من غير العجان هنعجنها 10 دقائق، لازم يبقى شكلها كده اهو. الكاميرا تجيب بس العجينه من قريب. والله شكلها حلو قوي. تمام، لازم تسيبها مثلا من نص ساعه لساعه لحد ما تخمر. احنا طبعا عاملين واحده خمره اهي. عرفت ليه بندفيها يا استاذ كرم؟ بندفيها عشان تخمر. الله عليك يا دكتور. عشان ايه؟ طيب تخمر. طب استنى بقى عشان افهم. لا تخمر بره، خلينا اقول للناس. طيب وبعد كده نرجع. اتفضل. نحطها في اي بوله، هنحط شويه زيت من تحت وشويه زيت من فوق بحيث ان هي ما تلزقش في الاسترتش، ونروح مغطينها كويس بستريتش. هنسيبها من نص ساعه لساعه. طبعا هنشيل دي كده على جنب، نطلع العجينه بتاعتنا. ده الاسترتش، هو ده الاسترتش. مش هناكله يا اخي. ايه ده؟ بص 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 العجينه. بص بقى بعد ما خمرت. ايوه هنطلعها. بتعمل ايه اسمها يا كرم؟ تخمر. نعمل جن فيها كده شويه اهون، عشان لو فيها هواء ولا حاجه. العجينه دي كتير على الصينيه اللي احنا هنعملها او على البيتزايه اللي احنا هنعملها. فهنقسمها نصين، وممكن نعمل بيها حاجه كمان. خلي بالك ممكن نعمل ميني بيتزا. بالظبط. لو حاجه كمان بقى، لما يكون في اطفال تعمل صينيه البيتزا، والعجينه اللي تطفيه تعمل بيها اشكال للاطفال. بالزبط. وتشكلها كده للطفل، فالطفل يبقى ماسك حاجه كده. صراحه انت شيف وسيب الدكتور ناجح. انا بقول كده صح. لا يعني احنا بنوضح يعني للاطفال بتتبسط. برافو عليك والله بجد. طبعا برافو. طيب عليك. هنفرد ازاي دي؟ هون في اطفال ما بحبش المين ومش عارف تدي له بقى شكل. بيعملوا ازاي؟ بيعملوا ازاي؟ مش بحبش المين. طب يلا نفرد. هنفرد كده بايدينا الاول اهو. انت تمام. نجيب بقى النشابه ونفرد. طب ما عندناش، هنفرد بايدينا. نفرد بايدينا طبعا. نحط شويه دقيق بس كده من فوق عشان ما تلزقش اهون. خلي بالك يا كرم الحاجات دي مهمه جدا. سمك كده. سمك العجينه بيفرق على حسب الطعم. احنا عايزينها سميكه، عايزينها خفيفه. خلي بالك. خلينا خفيفه بقى يا دكتور. حسب رفيع. الصينيه برضو رفيعه. طب ممكن تناولني الصينيه نحطها تحت؟ الله عليك يا دكتور، ايه النزله الجامده دي؟ اطلع بسرعه. ايه النزله الجامده دي؟ يعوم تحت ولا ايه؟ شوف طلع منين؟ ما شاء الله. طب هات الصينيه. لا بفضل هات الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده ونفرد كده. ايوه. نعمل ايه الخطوه الثانيه يا كرم؟ ها قول. ها نرميها؟ لا، بعد ما نحطها في الصينيه كتير واحده من بره وخلاص. نديها صلصه خفيفه. طب من على الوش. الناس بتقول لك البيتزايه لما بتخش الفرن بتلزق. ليه بقى؟ الصلصه لما بتنزل تحت بتلزق، تخلي البيتزايه تلزق. فاحنا ما نخليه، خلي بالنا من الحروف. فاحنا ما نحطش الصلصه على الحرف، هنحطها. أيوة. في النص ونبدا فكره ان احنا نعمل بيتزايه في البيت. هنبقى مطمنين على اولادنا هم بياكلوا، ان هم بياكلوا حاجات احنا جايبينها ومتاكدين من سلامتها او صحتها. وسهله. انا تصدق انا ما بستعملش بس المعلقه، بستعمل الفرشه السيليكون، عارفها؟ ممكن الفرشه دي بقى ايه، بتخليني احط في الحتت اللي انا عايزها بس. الله. ايوه انا برضو بستعمل الفرشه. المكونات اللي احنا هنستخدمها ممكن نبدلها. بستعمل الفرشه زيك ستاندر معانا. نعم بستعمل فرشه. في واحد نقاش عندنا قلت له سيبها لي، غسلها لي بالجاز كده ونفضها وبستعمل بالجاز. بالجاز. بتتغسل بالجاز. غسل بالجاز. واستخدمتها؟ ما نضفتها لي سبتها شويه في الشمس كده وبعدين عملت باك. طيب هنحط جبنه موتزاريلا تحت بعد الصلصه. ليه مش فوق؟ عشان يعني لما تحت هتسيح هتمسك الحاجات، المكونات اللي احنا نحطها من فوق. اوكي، مع اني بحب اعمل. والمكونات لما نحطها من فوق كده تبان يبقى شكلها حلو. بحب اقراق بسيط يا كرم. عرفت بقى ان الفرق بين رغيف العيش والبيتزا ان ده رغيف عيش والتاني رغيف عيش برضه بس حاطط مكياج. طيب حطينا جبنه موتزاريلا. حلو. نحط جبنه رومي. الله. الجبنه الرومي بتعمل تيست. بتعمل تيست حلو. ده حكايه التيست ده، بتدي لون. لازم تيست. ماشي. الاكل ده مزاج. طبعا. هتخش المطبخ عشان تعمل اكل وتخرج من غير ما تطلع اللي جواك او تبدع، لازم تبدع. تمام اهون. تمام. نحط بقى السلامي. في ناس مهما حطت من الجبنه الموتزاريلا دي ما بتمطش. على حسب نوع الجبنه. يا في انواع بتمط كويس. تمام. وفي انواع ما بتمطش. ولو دخلناها مثلا لو في حاجه هتاخد وقت في الفرن. الجبنه بتنشف. ايوه فعلا. ما بتمطش لو نشفت. لو نشفت طبعا ما بتمطش. ايوه انا هنحط زيتون. اتفضل. والنبي عايز امط من على السطح من هنا ونخلص اليوم. اها الفرن يكاد يكون سخن. سخن. طيب كويس. حط النضاره كده. نحط. لا حط النضاره. زيتون اخضر. الزيتون الاخضر بيبقى طعمه في البيتزا. او اسود عادي يا دكتور؟ حطيت اسود. يعني اتحط. احنا قلنا اي حاجه موجوده نحطها. اي حاجه نحطها.
هنحط فلفل. لا مش اي حاجه, اي حاجه لا إيه؟ لا حاجات تستخدم في انا عارفه ده ممكن يفتح الدولاب يقول لك يا ترى احط ايه على البيتزا. اجيب التيشيرت اللي احطه على البيتزا. تخيل بيتزا طعم مش حط بصل بسيط كده. كان ليه واحد صديقي زمان جبت له بيتزا كده في الكرتون بتاعها شيك قوي. طب دخلها بس الفرن, دخلها الفرن على درجه حراره من 180 ل 200 وانتبهها كويس, واول لما خلاص تخش في السوى هنروح فاتحين الوش والشاي يحمر ونخرج. قول لي زميلك كان بيعمل ايه يا ابني. كلها بالكرتونه. طيب نطلع فاصل صغير ونرجع تاني تكون البيتزا استوت معانا. احنا رجال جن عمارة كل شوية بنعمل غارة جوا المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج للدارة محتاج للدارة. رجعنا من الفاصل, واحنا في الفاصل الدكتور سألني حاجة, قال لي ليه العجينة بتاعتك او البيتزاية اللي احنا عملناها اتنفخت في الفرن. ده بيدل ان الخميرة احنا ماشيين صح واحنا زودنا سماكة العجينة. بالظبط. عايزين عجينة رفيعة او بيتزا بتاعتنا تبقى رفيعة, هنخفف العجينة بتاعتنا ونفردها كويس جدا زي ما احنا عملنا. انا عملت له واحدة مخصوص عشان ما يزعلش مني. طبعا. لان الفطار لازم الواحد ياكل كده ونفسه مفتوحة. فعملت له واحدة رفيعة خالص اهي, دي كويسة هتعجبك. شكرك. حلو. شكرك. عملت لك بالخضار. شكرك طبعا. سلامي خالص. انا احب الخضار طبعا. بس احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا, بنشكر الاستاذ كرم والدكتور على المساعدات اللي هم عملوها النهاردة. شوفهم في حلقة جديدة مع أكلة جديدة. احنا رجال جن عمارة كل شوية بنعمل غارة جوا المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة.